الشعب، فبحيث أنا هو رئيسكم الجديد. رئيس، رئيس على روحك يا بابا، تدارين هي الرئيسة، فهمت؟ يا ولا حويت، تشكر فيكم الرئيس. أشكون الرئيس؟ فهمتني في الناجي، يعني ماذا بيك تجتمع بيهم في أقرب وقت وتفهمهم؟ ها با يجلس أوجي المؤتمر متاعنا تو نفهمهم وكذا. ناجي لازمك قبل ما يصير المؤتمر تحكي معهم. يجلس تو نتصرف فهمت الله. يا ناجي هاتوها تنحكي في التليفون وكذا. حاشي بيك توا إن شاء الله خير. يجلس هذا نعود نكلمك وكذا. هذا سيد رئيس. يا توها لباس يا ناجي، تعرفوا وسيم الفهرية شو يعمل هذا وزير وكذا؟ تيلي عاد وسيم المخرج متاع بنت مفيدة. يا توها والله هذي وسيم بنت مفيدة ما نعرفه شو كذا. أما علاش تسأل أنت فهمت الله؟ نحب نولي ممثلة. ممثلة تجارية وكذا؟ تيلي نحب نمثل في التلفزة. تي هاك ديما تظهر في التلفزة معايا وكذا؟ لا نحب نمثل وتوا قاعده نلوش في كاستينج. ايه توها لازم تو فهمت الله. ما يهمنيش فيك تصرف. باهي اسكت اسكت هات هات هيك التابلت فهمت الله. شد اي شد. ها وكاستينج فيلم كلمة السر وكذا بطولة نظيفة العرفاوي وكذا. نظيفة تي نظيفة صاحبتي تو نكلمها نقولها انا فتحية مرت نجي الرئيس تو تعطيني دور. ايه خرف. اما نظيفة متاعك يح تخيلوا مرتي تمثل في التلفزة وكذا. يا توحى نظيفة كانت تكلمها ما تهزش عليك وكذا. تي ليه نظيفة صحابنا وياها وعطتني نمرها الشخصي وقالت لي كي تسحقني في اي حاجة كلمني. ايه هما في مصر زادين علينا برشا وقت يعني زيد شوية وكلمها. باهي 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 تو شوية اخرى ونكلمها. تو تسلك ان شاء الله. هي أشكون الرئيس؟ تو هي شد عليها اللي أنا مش نخليها تمثل وكذا. ألو؟ أيوة مين معايا؟ ألو يا نظيفة ناجي معاك الرئيس وكذا. سيد الرئيس لاباس؟ هل اختار السيد؟ يا نظيفة شوف ما نطولش عليك وكذا، فتحية شافت الكاستينج في الفيسبوك وتحب تشارك فهمت الله وقالت لي نطلب نظيفة تو تخليني نمثل معها وكذا. يعادش بيه افيك بليزير سيد رئيس، اتو خليها تمثل. لا انا ما نحبهاش تمثل وكذا، كان كلمتك قول لها راه ما عادش عندنا بلايص فهمت الله. باهي باهي سي ناجي تو نتصرف. يعيشك يا نظيفة وكذا. يا ناجي طلبتها ولقيتها اوكيبي. يا توحى عاود اطلبها بالك كانت تحكي مع شكون وكذا. باهي. الو نظيفة معايا؟ ايوه انا نظيفة مين معايا؟ يا نظيفة انا فتحية مرت الرئيس. الو سوري مش سمعاكي كويس. يا نظيفة انا فتحية 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 مرت الرئيس. انا مشغولة يا بت ومش فاضية للحاجات دول. يا بت يا عبيطة ما تتصليش تاني. ها جيتك نيلة ستة اخر زمن. نعم نعم يا للا انا بت متاعك وانا عبيطة في بالك بروحك باش كنت احكي. يا نيجي هكي نظيفة علقت علي التليفون وقالت لي بت وقالت لي عبيطة. يا دوحة ما تفهمش مصري يا اخي انت. علي شو معناتها؟ قالت لك يا عبيطة يعني راك ممثلة هايلة ياسر وعندك مستقبل وكذا. أيها الشعب فبحيث أنا هو رئيسكم الجديد. رئيس، رئيس على روحك يا بابا، تدارين هي الرئيسة، فهمت؟ يا ولا حويت تشكر فيكم الرئيس. أشكون الرئيس؟